فان شاء الله يعني ده احد الحاجات اللي انا بدات بيها. طيب بس سيادة الوزير، يعني اللي الموضوع أنا عملته ده يا النهاردة فندم الصبح. غير الـ 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 يعني السياح المكسيكيين، يعني بشكل عام السياحة الغربية أو الروسية أو يعني السياحة، يعني كل السياح اللي بنهدف إن هم يكونوا متواجدين في مصر، ده في تخوف مثلا في دول بتفكر أو عندك معلومات مثلا بتتكلم على حظر السفر لمصر أو إنها منطقة غير آمنة وما إلى آخره، يعني برضو تداعيات هذا الحادث إزاي حضرتك تتعامل بقى أو في خطتك في الأيام اللي جاية؟ بصي حضرتك، كلام حضرتك مظبوط. انا بدات بالمكسيك باعتبار هي الدوله المعنيه تمام. في الحادث المشار اليه، آه. لكن طبعا الاعلام الغربي تناول بطريقه سلبيه ما حدث. ان شاء الله الدوله حاليا قامت بجهود معينه في هذا الاتجاه، والسيد رئيس الجمهوريه كان نفسه يعني قابل وزيره الخارجيه الى اخره، فكل التحرك ده ان شاء الله في الاخر يعني باذن الله يصب في احتواء الاثار السلبيه ليه. ولكن انا بكمل الجهود اللي بدات قبل ما انا اخش في التشكيل الاخير في الحكومه. لكن بالتاكيد زي ما حضرتك بتقولي، بعض الوسائل الاعلام الاخرى في الدول المصدره للسياحه غير المكسيك يعني القت بظلالها. وانا الحقيقه يعني طلبت تقرير عاجل جدا من مكاتبنا في الخارج عشان اعرف ايه اللي تم لغايه دلوقتي في الاسواق الاخرى اللي ممكن تكون قد تاثرت بهذا الحادث، وهشتغل عليها فورا ان شاء الله. احنا يعني مش هنسكت على ان احنا يعني الامور تمشي بطريقه طبيعيه، هنجري على ان احنا نتصل ونطمن الناس بكافه الاجراءات اللي بنقوم بيها من الناحيه الامنيه لضمان تدفق الحركه السياحيه خلال الفتره القادمه.